صباح الخير، صباح النور. كيف حالكم؟ الحمد لله. ليش تجوش على الجامعة؟ والله انكم خسرانين كثير. هلا في زميل لكم لفت انتباهي انه المحاضرات المسجلة بيجي بجنبها تكست بالعربي، صح؟ شفتوه هذا قبل؟ شفته. والله شيء غريب هاي، بس الترجمة تبعته صح ولا غلط؟ يعني مش كتير مرات، يعني في أشياء بكتبها صح، أشياء غلط، أشياء بحولها للفصحى هيك. صحيح 100%. طيب سامعين صوت الهدوء اللي عندنا؟ لا كويس. المرة اللي فاتت كنا نحكي عن العناصر فاكتورز فور سوفت وير كواليتي اشورنس. من هذول اوبس مش كهرباء كمان؟ وبالتالي وصلنا لعند اللي هن السيفتي والسيكيورتي والريسك مانجمنت، صح؟ اه تمام. هلا بحكي لك ان اديشن تو ذيز، يعني بالرغم من انه هذا السوفت وير اشورنس سوفت وير كواليتي اشورنس مسؤول عن هاي القصص كلياتها في البدايات، برضه هو مسؤول عن السوفت وير سبورت اكتيفيتيز. سوفت وير سبورت، يعني بدي احط على هاي الجمله هايلايت. السوفت وير سبورت اكتيفيتيز هذول اللي افتر ريليس. افتر ريليس ات از ذا اس كيو از ريسبونسبيلتي تو انشور ذات ذير از ا بروسيس فور ريسيفينج كومبلينتس فروم ذا كاستمرز اند اساينينج تاسكس تو ذوز who are concerned with the concerns or with the complaints, then fixing the concern. ولذلك بدها هاي الشغلة تلفون أو إيميل أو حدا يجاوب أو حدا يرد على الإيميل. Then the SQA assigns the task to someone to fix this problem. بعدين يرجعوا للكاستمر أو ما يرجعوا، مش حسب يعني كيف، يجوز إنه بصلح المشكلة بدون ما يرجعوا. كويس؟ الآن SQA processes and product characteristics. SQA processes، لاحظ كلمة processes، هدول ال processes هن اللي بيكونوا في الاستراتيجي تبعت ال company for software quality assurance. يعني هو اللي بيحدد which plans, which procedures, which timeline, resource allocation يمشي عليه. وهذا الحكي بيختلف من شركة إلى شركة. كويس؟ بيختلف من مكان إلى مكان. وبعدها بنحكي الإشي المهم. As we begin the discussion of software quality assurance, it is important to note that SQA procedures and approaches that work in one software environment may not work in another. نقطة. اللي بيشتغل عندي بجوز ما يشتغلش عندي. يعني اللي بيزبط في مايكروسوفت وتويوتا ونيسان وفورد وبصر ايش، بجوز ما يظبطش في شركة فيات مثلا. تمام. different software products may exhibit different levels of quality. هذا الحكي واضح، ولكن there are standards برضو للشركات. يعني تفكرش انه ما شركة بتختلف على شركات ثانية معناها بتصرف على زي مزاجي. لا يا حبيبي، انت مقيد، انت بدك تحتكم to these standards. look, the solution to this dilemma is to understand the specific quality requirements for a software product and then select the process and specific SQA actions. يعني انت بدك تطلع وتختار من الاشياء اللي موجوده المتاحه بين ايديك اللي هي ستاندردز. اللي هي شو؟ ستاندردز. ممنوع تشتغل على راسك، اذا اشتغلت على راسك او من عندك او من مخك او بلشت من الصفر، فبتكون الشركه تبعتك النتيجه تبعتها راندوم وليست كواليتي. بدك تشتغل ويطلع النتيجة كويسة، بدك تحتكم للستاندرز اللي موجودة. طيب اللي بيختلف وين تحط الباري ستاندرز بس. What parts of the standards؟ تتذكروا المرة اللي فاتت حكيت لكم الـ IEEE standards للسبيسيفيكيشنز لحالها 40 صفحة تمبلت بس، مش معقول يعني مش كل السوفت وير بيلزموا هذا الحكي.
في سوفت وير للموبايل، في سوفت وير للداتا بيزز، في سوفت وير لكذا. فانت لما تيجي تطلع على الداتا بيز شو بدك فيه النودلات الثانيه؟ ما بلزمك بتشيلهم يعني من الدوكيومنت كلها. لكن لما اشتغلت انت على الجزئيه تبعتك، انت اشتغلت على الستاندرد. عمل سبيسيفيكيشنز او تاخذ الستاندردز سبسش من الستاندرد الموجود. يعني على سبيل المثال، اذا عندك انت الستاندرد الشامل 20 خطوه، انت ده جمعت خطوه ثلاثه واربعه وخمسه وسته بخطوه واحده، بصير. ابلايت ايوه بصير. The Software Engineering Institute CMMI، تمام. هاي كمان ستاندرد شباب. The Software Quality The Software Engineering Institute CMMI. هاي CMMI stands for Capability and Maturity Model. Capability يعني قدرة، Maturity يعني نضوج، Model يعني نموذج. أوكي؟ هذا والايزو 9000 اللي هو زي اللي وجدتكم يا 9126، هذا كمان ستاندرد ضيفوه للاربعه، للثلاثه اللي حكينا مع عنهم بصيروا اربعه. اوكي. ايوه اللي كنت احكيه لزميلكم هلا. rather than instantiating either framework in its entirety, a software organization can harmonize the two models. ممكن تجيب من هاي من هاي، ممكن تختصر شيء من هون بالزمهاش، بصير. بس المهم انك تمشي حسب الستان، ما تخترع شيء من راسك. هلا عاد بدنا نيجي للحكي الجد. كل الحكي اللي حكيناه سو فار بيحكي عن نظريات، وراح يجي كمان شوي يعني لسه بنضلنا نحكي نظريات ومبادئ والى اخره. بعدين بدنا نوصل لمرحله نصير نحط متريكس. طلع اس كيو اي تاسكس جولز اند متريكس. شو هن المتريكس هذول؟ متريكس يعني قياسات، يعني ارقام. بدنا نوصل لمرحله يكون فيها عندنا ارقام مشان نقدر نقارن one product to another، one company to another according to a quality standard، حسب مقياس كواليتي معروف وعلمي scientific. Those metrics are applied from the processes by collecting data and analyzing the data. Those metrics are gathered from the processes by gathering data and analyzing the data. بصير في عندك metrics. With these metrics, you can measure قديش the achievement of the quality standard نسبة percentage. One, you can compare with other products. All right. Software quality assurance is composed of a variety of tasks associated with two different constituents. Software engineers who do the technical work and the SQA group. كم مرة صرت حاكي لكم إياها الجملة؟ هسا طيب هيها مكتوبة هون، وهذا كتاب علمي you can quote it، وبالتالي بتصيرش تقول بس الأستاذ سامي بيحكي لنا هيك. لا، هذا this is it. شو هاي القصة؟ القصة إنه يا سيدي وين الهايلايت؟ كيف عملنا دول هايلايت؟ القصة إنه there are two groups, software engineers و SQA. Software engineers address quality and perform quality control activities by applying solid technical methods and measures, conducting technical reviews and performing well-planned software tests. SQA tasks. هسا بنيجي عاد لتفاصيل التاسكس اللي حكينا عنهم فوق. أول وحدة من التفاصيل اللي بيعملها الـ SQA manager، طلع هلا SQA tasks. ما بيحكي لك عن واحد بيشتغل تيستينج. اس كيو اي تاسكس هون بيحكي عن المانجر او الديبارتمنت شو مسؤولياته. اول مسؤوليه في الاس كيو اي مانجمنت البلان، الخطه. اني خطه بدنا نمشي عليها
وكيف بدنا نلم معلومات، كيف بدنا نعمل اناليسز للمعلومات. prepares an SQA plan for a project، هو اللي بحضر ال SQA plan. فلذلك مستحيل، I don't believe, no way, انه one of you after graduation will become an SQA manager. It doesn't work that way. No way. ف I advise you, if you are to go into SQA, يعني class of work, I advise you to work as a software developer for at least 2 years. Then you will understand the whole story, the whole picture. Then when you go to the SQA department, you are more powerful than others who did not work in software engineering, in development. وهذا اللي صار مع طلابنا اللي هم هلأ موجودين في أحسن مواقع SQA في كل فلسطين. في أكبر الشركات. Name any company, you will find one from our graduates. Prepares for SQA plan for the project. The plan is developed as part of the project planning and reviewed as by all the stakeholders. لما كل stakeholders, what does it mean? Stakeholders. Yes, everybody who is involved with the project, سواء كان customer أو developer, engineer, lawyer, رئيس. كل ما دول اسمهم ستيك هولدرز. يعني في الجامعه مثلا، في الجامعه شباب، حتى نشوف نسمي الستيك هولدرز في الجامعه طلاب، مدرسين، اللي هم الفاكولتي اند ستاف، اللي هم الاداره تبعت الجامعه، العمداء ورؤساء الدوائر و و و رئيس الجامعة. رئيس الجامعة شيء مختلف. السبونسر زي مين يعني؟ أصحاب الجامعة، أصحاب الجامعة. Those who pay the money. Who else؟ احكوا معي أنتوا اللي بالدار. مين كمان في ستيك هولدر؟ تبع الكافتيريا، هذا اللي مشغل الكافتيريا في الجامعه مش ستيك هولدر؟ مش لما تعطل الجامعه بوك الهواء؟ طيب بنك فلسطين اللي موجود جوا الجامعه مش ستيك هولدر؟ ستيك هولدر. الكومبانيز كلها اللي برا، واصحاب السكنات واصحاب المطاعم والباصات والسيارات والتاكسيات، برضه هذول ستيك هولدرز. صار ايضا التتر في الجامعه. يس، ما هو انتم نسيتوا ناس مهمين برضه لسه. اهاليكم، اهالي الطلاب، مين اللي بيدفع انت مصاري؟ مش انت اللي بتدفع، ابوك. ابوك ستيك هولدر زيه زيك. اهلك ستيك هولدرز، الكوميونتي، كل واحد له دخل في الجامعه ستيك هولدر. مين كمان ستيك هولدر؟ انا بقول لك، اسمع اسمع. البوليس، الشرطه، ستيك هولدر. المؤسسه اللي عامله انشورنس للجامعه، تامين صحي، ستيك هولدر. ايه هذا كثار. لا مش طيب تمام، ليتس كونتينيو. Quality assurance activities performed by the software engineering team and the SQA group are governed by this plan. هاي البلان لازم تكون موجودة وبتتعدل وبتتطور، بهمش بس لازم تكون موجودة في البداية. The plan identifies evaluations to be performed, تقييم، audits، رقابة، to be conducted, وstandards to be applied. يعني لك تعمل تقييم ورقابة وأوديت حسب الستاندردز اللي موجودة اللي أنت متبعها. بعدين there are procedures for error reporting, work products that are produced by the SQA group, and feedback that will provide this. كل هذا الحكي لازم يكون في البلان. لو انت تطلع عليه بتلاقين على الاقل 5 to 10 sections، دول بس جمله، بس بجمله واحده في البلان. البلان عاده تتراوح ما بين 50 الى 200 صفحه. ومن ضمن البلان للتست كيسز اللي بدهم يفحصوها تبعين تيستينج بعدين، لازم يكون الموجودات ومكتوبات. كل واحدة لها رقم، تيست كيس نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3، مشان لما يجي يقول لك تيست كيس نمبر 52 فيل، it means the number 52 refers to
تست كيس ان ذا بلان، بترجع لها بتلاقي شو هي، بتروح بتلاقي الديسكربشن اوف ذا بج، بعدين بتشتغل على البج. صحيح، يعني انت بتست كيسز قبل الاكسكيوت. هلا بتقدر تضيف عليه، تضاف عليه بعدين، بس لازم بالاساس. اثنين، participate in the development of the project's software process description. شو يعني project software process description؟ ها تبع الاس كيو اي لما بده يتعامل مع المبرمجين، مش بده يقعد يطلب منهم يقول لهم لو سمحت والله لو سمحت ورجي، لا لا لا، في بروسيس. انت صار عندك بج، ما فيش داعي يرفع عليك التليفون يحكي معك الديفلوبر، في بروسيس بيجي بعبي هو فورم معين، فورم هذا بتجيك البروسيجر البروسيجر اللي بدك تمشي عليه، البروسيسز مش بس يعني بطريقه التعامل وكل شيء، مشان يكون ريكوردد ومشان يكون دوكيومنتد ومشان يكون صحيح. ممتاز. The software team selects a process for the work to be performed. مجموعة السوفت وير، ما تنسوش انه هذول مجموعتين مختلفات، اختاروا بروسيس معين. The SQA group reviews the process description for compliance with the organizational policy. بيراجعوها مشان يتأكدوا انها صح ماشية حسب البوليسي تبعته او حسب الاورجنايزيشن بوليسي. مش بس هيك، وحسب الانترنال سوفت وير ستاندردز، الستاندردز المتبعه بالشركه نفسها، والاكسترنال ستاندردز زي الايزو. يعني مش على خاطرهم تبعين البرمجه، راح تلاقي انه تبعين البرمجه محكومين بالبروسيس اللي بيشتغلوا فيها من تبعين الاس كيو اي، فلذلك تبعين الاس كيو اي بفكروا حالهم اعلى مستوى من تبعين. طيب انا قلت لكم المره اللي فاتت المبرمجين بفكروا حالهم اعلى مستوى من تبعين الاس كيو اي، مظبوط؟ المبرمجين هم المنتجين. انا بلشت حياتي مبرمج، كنت اعتبر حالي انا الطب، لان انا اللي بكتب. بدي اكتبه صح بكتبه صح، بدي اكتبه غلط بكتبه غلط، بدي اكتبه نص نص بكتبه نص نص، اذا بذلت جهد بزياده بيطلع بيرفكت، اذا ما بذلتش بيطلع نص بيرفكت. فشاعر حالي ملك انا. تمام؟ بالاخر لما شفت انه هو بحكم لي لما انا اصير الكود مش كويس، انا بتبهدل، صرت الزم بمعايير. اكثر من هيك ما بقدر احكي. بعدين ريفيو سوفت وير انجينيرنج اكتيفيتيز تو فيريفاي كومبلاينس وذ ذا ديفايند سوفت وير بروسيس. بيراجع كل البروسيسز اللي موجودات في الشركه مشان يتاكد انها كومبلاينت. ايش يعني كومبلاينت؟ كومبلاينت ايش معناها؟ خاضعة لشركة كومبلاينت يعني تتماشى مع او تخضع لي او تتبع خطوات متوافقة. بالضبط. كمان مسؤوليته هذا الاس كيو اي او الاس كيو اي ديبارتمنت هو ولا غيره، يعني مش ضروره المانجر نفسه. اودتس ديزيجنيتد سوفت وير ورك برودكتس تو فيريفاي كومبلاينس وذ ذوز ديفايند از بارت اوف ذا سوفت وير بروسيس. اودتس، شو كنا معنات اودتس؟ اوديت رقابي. الاوديت رقابي يعني مثلا شو بده يضمن لك انه سامي عوض ذا ديفلوبر ملتزم بهاي القوانين؟ اذا انت ما راقبتش عليه شو بده يضمن لك؟ يعني حسن النيه بينفع؟ حسن النيه بالانجنييرنج بينفعش ولا شو؟ لا، سامي عوض لازم يعمل ريبورتنج ولازم حدا يفحص وراه. وانا بقول عن حالي مشان انت ما تشعرش بالحرج لما حضرتك لسه خريج جديد ورايح بلاد. طبعا بده يتدفق وراك ولا شو؟ لمين انت بتشتري؟ بعدين بعد ما يتبع هاي البروسيس، برضه مع ذلك بيطلع فيه ايرورز وبيطلع فيه ميستيكس وبيطلع فيه مشاكل. Ensure that the deviation in software work or work products are documented. لازم يتأكد انه كل الانحرافات والايرورز اللي بتصير تتسجل. ليه؟ كيف؟ documented documents forms الارقام والعناوين وال 100,000 ولا مش بس الشغل، زي ما التست كيس لها رقم، الايرور له رقم وله اسم تايتل معين وبتسجل وبالدوكيومنت بتجلس للابد، ما عمره بنشال، بظل هذا الرقم لهذا اليوم.
لا لا immediately immediately they have to process. مش انت بصير عندك 20 ايرور بعدين تسجل 20 ايرور. اوعى انت من حد ما يصير عندك الايرور بتروح تقعد تسجل. مش انت ديفلوبر تبع الاس كيو اي، تبع الاس كيو اي هو اللي مسجل الايرور. هلا تجيك هاي الايرور نمبر مثلا 200، تجي انا اقول اساين لمين؟ ادهم شيء تجي تيجي بتقراها بتقول هذا الايرور صار وانا بعمل سكيب رقم 250، تفتح تشوف شو ايرور بعدين بتروح على الديسكربشن اللي كتب لك اياه الاس بي، بقول لك انا لما جيت عندك واحد اثنين ثلاثه طلع معي واحد. فانت اول شيء بدك تعمله بدك تعمل ريبروديوس له، تتاكد. واوسخ شيء اذا ما عرفتش تعمل ريبروديوس، يعني هو طلع عنده ما طلعش عندك لانه جهازك مميز. جهاز الديفلوبر عليه كل شيء، جهاز التستنج ما لهوش كل شيء زيه، لايبراريز ولينكس وسوفت وير مش عارف ايش. جهاز التستنج ما لهوش هذا الاختصاص، فاذا انت فاتح لايبراري من السي درايف تبعك طبعا بتشتغل. هذا الناس. بعدين ريكورد ان اي نون كومبلاينس اند ريبورت تو سينيور مانجمنت. النون كومبلاينس يعني اي شيء خارج عن اطار السياق لازم نسجله ويكون مسجل بطريقه جميله. انا بحب اقرا هدول الزرق، اقراوا وين انتم لحالكم. كنت اقراهم بالزمانات للناس بس يعني ما في داعي. الان بالنسبه للجولز اتريبيوتس اند ميتريكس، هذا هو لب ذا كور ذا كيرنل of what we are doing in software quality assurance. This is the kernel. هلا احنا بدنا نخش من برم talk statements that are general and definitions into actual work. كيف اربط هذا الحكي بالsoftware process؟ باجي بقول لك طب يا استاذ عرف لي شو هي السوفتوير بروسيس. بتيجي بتقول لي اس دي ال سي، دي ستاندز فور وات؟ اس دي ال سي، اس دي ال سي سوفت وير ديفلوبمنت لايف سايكل، سوفت وير ديفلوبمنت لايف سايكل. Starts with the requirements، بتروح على specifications، بتروح على design، بتروح على implementation، بتروح على testing، بتروح على release، بتروح على maintenance، هيات الله عليك. Requirements quality، design quality، code quality، quality control effectiveness، هدول هن application مباشر لا الخطوات اللي حكينا عنها اللي كلياتها حكي كلياتها definitions into the real application. ببلش معاكم في هذا الكلام الأسبوع الجاي لأنه هذا مش جو محاضرة. يعطيكم ألف عافية، سلامات.